إذا لساتنا عم نحكي بشكل عام، القراءة بشكل عام، رح حبيبي في فكرة أنت يعني مخبيها جوات عقلك أو عم بتبلورها، أو في مشروع عم تعمل تجمع عليه معلومات عم بتبلوره وعم تطلقه بهذا الشهر. فأنا بقول لك إذا كنت مأجله لوقت تاني، خلينا نقول من 15 ل 20، موعد كتير حلو لإطلاق أي فكرة، أي إبداع جديد، أي مشروع، حتى لو كان عملي وحتى لو كان عاطفي. إذا كان في مبادرة يعني حابب إنك تبادر للشريك بموضوع معين، بعرض معين، برجوع إذا كنتم منفصلين، فهاي الفترة كتير رح تكون يعني لصالحك. مع إني أنا شايفة في شخص مقبل عليك، هذا الشخص بيتميز خلينا نقول عند أو كان عنيد لفترات طويلة، كان مضيعك، مشتتك، معايشك شوي بتشويش، بخيبات أمل، ولكن هذا الشخص راح يصحح اللي عمله، راح يصحح الموضوع، ولكنه على كبرياء كبير. خلينا نقول هذا الشخص عنده كبرياء كبير في الموضوع. على فكرة هذا ممكن يكون عاطفيا وممكن يكون عمليا، مو شرط عاطفيا بس، لكن هذا الشخص راح يصحح المسار وراح يعمل مثل هدنة، مثل مصالحة، أمر بيعجبك أنت وبتفرح فيه كتير يا برج الحمل. ومش بس أنتوا اللي راح تفرحوا، كمان ممكن أصدقاء أو حدا مقرب منك أنت، أخت، أخ، أم، ممكن أنه كتير ينبسط من وراء هذا الموضوع. عم بشوف اللي عم بيفكروا بسفر، طبعا مش الكل، البعض اللي عم بيفكر بسفر، يعني في سفر بيكون هجرة، في على دراسة، على كذا، كلهم إن شاء الله على خير، ولكن بالأخص على عمل رح يكون يتم على نجاح. في عندك نهاية قصة أو مشروع في العمل، أو نهاية قصة معينة في حياتك ألمتك كثير، وخلينا نقول قلبك مات من وراها، أو قلبك كثير مرض من وراها، يعني حسيتك بفترة من الفترات كنت كثير عم بتحس بالألم، بكسرة خاطر معينة، بتحاول الاستشفاء، والاستشفاء عم بتم على خير. ولكن إذا أنت كنت تستنى في شخص معين إنه يصالحك أو يرجع يصحح الأمور، على فكرة هذا الشخص ظلمك. هذا شخص ظلمك في موضوع معين، وأنت ظلمته في شغلة كمان معينة، فمش عارفة، أنتوا التنين غلطتوا في بعض، ولكن أنا شايفته هو عم بيقبل. بنفس الوقت انت ما رح تكون من البداية معه، او ما رح تحتفل زي ما قلنا من البداية معه، ولكن رح تستنى شوي، يعني رح تختار اول شيء انه تكون يعني مش متسرع او متباعد نوعا ما عن الموضوع. فيما بعد رح تتسلسل الاحداث، او يصير في موت لموضوع معين، ممكن يكون للظلم نفسه، موت لمشاعر ممكن تكون معينة، ولادة جديدة، أو الإخفاق بمشروع في العمل صار معك بالأشهر القديمة، وهلأ في بداية لمشروع جديد تاني. كمان بشوفه هذا مناسب للدراسة، يعني عنده دراسات عليا أو دراسة بشكل عام. هذا كتير مبشر، هذا الكرت، مع هذا الكرت كتير مبشر بالنجاح. وشايفتك يا برج الحمل عم بتصير مشهور في هذا الشهر في الفيل تبعك، في المجال اللي انت فيه، عم بتكون مشهور، عم بتكون مسيطر. هذا كان بشكل عام. عم بشوف الأعزب من برج الحمل كتير حابب إنه يكون لحاله، ماخذ خطوة للورا، حابب إنه يبعد بمشاعره يعني عن الأمور العاطفية، وأكنه
انخذل كتير، تعرض لخذلان كتير من أكتر من شخص، وخلص قرر إنه يكون لحاله. لكن القدر أو الـ يعني هاي الفترة رح تكون ولادة، ممكن يكون هذا الكرت نفسه ولادة لحب جديد، مشاعر جديدة، ممكن تكون لذات الشخص القديم، لأنه أنا شايفة فيه رجعة للبعض. فهذا كان بشكل عام. عم بشوف كمان في خاصة الستات في اهتمام، ممكن يكون عملية تجميل، شغلة بالمظهر خاصة في الوجه، عم بتتم على خير وعم بتزيد لكم معنوياتكم، تعطيكم طاقة إيجابية. هو التجديد بشكل عام، يعني برج الحمل بحب كتير إنه يكون متجدد، ما بحب الروتين. شايفة إنه في أمور عم بتحاول تكون غامض فيها يا برج الحمل. عم بتكون هاي الفترة من بعد فترات فتحت كتابك للعالم، كتير كنت واضح مع الناس والعلاقات العاطفية، لكن في هاي الفترة عم بشوفك شوي تحاول إنك تكون غامض أو تخفي بعض الأسرار عن أشخاص معينين. فعم بشوفك بتلف حالك شوي بالغموض. هذا بشكل عام. خلينا نشوف نصائح لبرج الحمل. بيقول لك خد وقت لحتى انك تناقش الامور مع الاقربين لإلك حول موضوع او حول، خلينا نقول، ولادة المشروع الجديد اللي قلنا عليه. لا تحاول تاخذ هذا القرار لحالك، وانما خد رأي افهم منك او الناس اللي يعتبروا اكزامبل في المجال اللي انت فيه. حاول انك تاخذ رأي الناس، يعني برج الحمل شوي اموره من راسه، بياخذها القرارات بياخذها من عقله. فخلينا نشوف، عم بيقول لك انه لا، في هذا الموضوع انت بحاجة انك تاخذ نصيحة الغير، وخاصة الناس اللي يعتبروا اكزامبل او مثال حلو في مجالهم. على فكرة ممكن تسألوا يعني اشخاص على الانترنت، يعني مو شخص، مو شرط انه شخص بتعرفوه يعني وجها لوجه، ممكن تستشيروا ناس. انا شايفة عم تستشيروا حدا على الانترنت، او تستعينوا في خبير على الانترنت. عم بشوف كمان هون بالورق في البعض اللي عم بيحب عن طريق السوشيال ميديا، يعني تعرف على شخص بالسوشيال ميديا، شايفيته انه بفترات قليلة مش من هون لنهاية السنة راح يقابل هذا الشخص، وراح يكون الموضوع على خير. هذا يعني هذا الشخص صادق اللي على الانترنت، يعني حبيت احكي قبل شوي، ولكن يعني التهيت في الاوراق الثانية. الحب هذا ممكن انه يتبلور، وممكن انه يكون له مستقبل، مش زي ما انت مفكر انه سوشيال ميديا وخلص وكذا. لا، هذا الموضوع ممكن يكون يعني حقيقي، وحب حقيقي. شايفة كروت حب كتير، يعني العاطفة غالبة هاي الفترة على برج الحمل. شايفة الأزواج اللي كان بيناتهم طلاق، ممكن إنه يصير في مصالحة، ولكن المبادرة راح تيجي من الطرف الآخر والموافقة من برج الحمل، أو إنه ما في طرف بيقدم وطرف يقبل. هي راح تصير الأمور بسلاسة، راح تصير الأمور إنه يكون في اتصالات في البداية على مواضيع معينة، مش على موضوع الحب، ولكن شوي شوي عم تتظبط الأمور. شايفة ناس مطلقين عم يرجعوا على الأكثر، الناس المتزوجين والمنفصلين نوعا ما حكينا عنهم. في هذا الكرت بيقول لك connect your، بيقول لك شوي اهتم بالعادات والتقاليد يا برج الحمل، مش يعني بالمعنى الحرفي، ولكن وكأنك عم كتير تشطح، كتير عم تبعد عن التقاليد، عم بتكون متحرر
زيادة عن اللازم أو متهور نوعا ما. فزي ما قبل شوي قالوا لنا إنه بالمشاريع التجارية حاول إنك تستشير، كمان هون بيقولوا لك إنه ارجع شوي للأسلاف، للجد خلينا نقول، أو للجدة، للأب، للأم، نحاول إنه نقرب منهم. هون كمان على فكرة بالورق مبين إنه في يا إما الوالدة أو حدا من الأهل ممكن إنه يكون يتعرض لشيء بسيط، عملية بسيطة عم بتتم على خير. بقول لك إنه على عكس ما أنت مفكر، الرجوع للعادات والتقاليد والأسلاف ممكن إنه يكون مخرج لإلك بالنسبة لمشكلة معينة. فيعني ما ننسى هذا الموضوع. هذا الكرت طلع مقلوب هفا، وكأنك عم شوي بالفترة الماضية يا برج الحمل عم بتكون كتير عم بتقضي أوقات فيها فن ولعب وكذا، فكأنه موجه للناس اللي عندهم دراسة. بقول لك إنه بكفي، يعني بكفي فن وبكفي لعب، وارجع لدراستك أو ارجع للمشروع اللي كنت بدك تفتحه. ركز شوي في شغلك، خاصة أنا بالشغل عم بشوف أشخاص عم يعني بيترقبوا غلطة لإلك، وخاصة مسؤول، شخص مسؤول. فدير بالك، دير بالك من هذا الشخص، وما تخلي حدا يمسك عليك أي شيء. ignorance is a bliss. بقول لك أحيانا، وهذا دائما أنا بحكيه، لما تكون بدك حبيبي برج الحمل أو أي برج عم يتفرج علينا، أي حدا يعني، لما تكون بدك شغلة تجاهلها، ما تفكر فيها طول الوقت، ما تركز عليها بطريقة إنك أنت محتاج لهذا الموضوع بشكل فظيع وأنا مش قادر أعيش بلا وكذا. بيقول لك ignorance is bliss. أحيانا التجاهل هو اللي بيخليك تحصل على الموضوع. فإذا كنت بدك شيء بشكل مش طبيعي وعم بتفكر فيه طول الوقت، اطلقه للكون ولا تفكر فيه، لا تفكر فيه أبدا، وحاول إنك تشغل حالك في أمور أكثر فائدة بالموضوع. الموضوع لحاله رح يزبط إذا بده يزبط، مش بحاجة إنك تفكر فيه. يعني أنت بتفكر أو ما بتفكر، واحد يعني مش ما حيعطيك نتيجة فظيعة. يعني التفكير أو التحليل أو كثرة التركيز على موضوع معين والسلبية في التفكير، هذا كلياته بيبعد عنك المواضيع اللي أنت حابب أنها تصير. بالنسبة للطاقات اللي عنا ياهم، عنا برج العذراء، برج الأسد أو القوس، برج الحوت، الدلو. بالنسبة للطاقات الظاهرة أكثرها نارية، يعني نارية بجدارة، هوائية، مائية أكثر شيء. هون بقول لك خوفك هو اللي عم بيبعدك عن أهدافك. واجه خوفك. إذا كنت خايف بالنسبة لمشروع جديد قلنا راح تفتحه، خايف من إنك ترجع الحبيب أو تتواصل معه، هذا الخوف ما لازم إنه يعني تتناساه وتخليه يتراكم بالعقل الباطن على شكل أفكار سلبية أو على شكل طاقات سلبية، وإنما واجه هذا الخوف وحل أمورك، حل أمورك يعني واحدة واحدة، ما تعمل تراكمات في عقلك الباطن. هون بقول لك إنه شوي رح تكون مسيطرة مشاعر اللي هي يعني sexual needs، الحاجات الجنسية أو الرغبة والشهوة، شوي عند البعض منكم رح تكون مسيطرة يا برج الحمل، فكمان ندير بالنا من هاي الشغلة. في ناس كتير بحبوا الأوركلز، عشان هيك أنا باخذ على قد ما بقدر. هون بحكي لك حبيبي إنه
بقول لك الشغلة اللي صليت لها، الشغلة اللي دعيت لها كثير إلى فترة طويلة، كون جاهز لحتى إنه تعمل اللي هو تستقبلها، إنه تو ريسيف إت، تو أكسبت إت، إنك تتقبلها. ففي شكله أمنية عندك إلها فترة يا برج الحمل، وعم تتلقاها هاي الفترة، أو عم بتكون قريبة كتير منك، فما تكون سلبي بتفكيرك عشان تقدر يعني تستقبلها. ليش عم بيقول لك إنه كون جاهز؟ إنك تكون جاهز يعني إنك تكون على تردد عالي، وتكون طاقتك إيجابية لحتى تستقبل الأمور اللي صليت علشانها. لأنه إذا كانت طاقتك سلبية ما رح تقدر إنك يعني رح توصلك، ولكن أنت عامل عليها بلوك، ما رح تقدر تستقبلها. عم بشوف هون في كرت حمل للنساء، للي من برج الحمل أو الشباب اللي من برج الحمل نسائهم يعني. المهم في حمل، في حمل عند برج الحمل، في حمل عند برج الحمل في هاي الفترة، فشكلها بنت ما بعرف. اللي عنده حمل وكذا يخبرنا، بنت ولا ولد؟ واللي لسه ما صار معاهم هذا الاشي، بشهر سبتمبر كتير فرصة كبيرة انه يصير في حمل. كأنه من هذا الكرت اللي انا عم بحسه او عم بفهمه، في شخص جديد فات حياتك اوريدي. هذا الشخص عشان بس نميزه، ممكن يكون مائي او ناري، ممكن يكون عقرب. اذا كان من هدول الطاقتين فهذا الشخص شوي في عنده كذب، ان كان في النطاق العملي وان كان في الرومانس، يعني في الجهتين. هذا الشخص اذا كان برجه هيك بدك تدير بالك، في كذب شوي منه، خاصة اذا كان الشريك في العمل او انت وياه شريك في موضوع معين. ف عم بشوف هذا الكارت كأنه بحذرك من هذا الشخص، مش انه تتركه او تترك الموضوع كله او كذا، لا، بس مجرد انك تكون حذر من هذا الشخص. هذا الشخص مو سيء، ولكن في هاي الفترة ناخذ حذرنا. هو مش مقلوب، عم بيقول لك في اوهام وكذب وشغلات يعني خافية عليك، طلع مقلوب إذا أنت طلعت من هاي الطاقة. في مواضيع تكشفت إلك، وفعلا كان في كذب وأنت كشفته حبيبي. هلأ قلت لكم في نهاية الفيديو رح يكون مثل مفاجأة، أو شوفوا، أو تجديد يعني. فشوفوا أنتوا حتضمروا على شغلة الجواب فيها، يعني هي سؤال، اضمروا على سؤال الإجابة تبعته هي آه أو لا، وإذا بين مواعيد معانا رح نعطي. فرح أستعمل هاي الكروت، رح أستعمل هدول وهدول. فأنت جهز حالك، اسأل السؤال اللي بدك إياه، سؤال واحد بس مش أكتر، والإجابة راح تكون عنه يا نعم راح يحصل أو ما راح يحصل. وزي ما قلت لك هون ممكن تطلع معانا مواعيد، فممكن إنه تكون مواعيد تقريبية لهذا الموضوع. سألت حالك يا برج الحمل؟ لسه. والله هذا الموضوع يا برج الحمل، حبايب الحمل، راح يصير يعني بطريقة انت كل السيناريوهات اللي كنت حاطها في بالك عشان يصير